القرآن إن شاء الله عز وجل سنتم بقية الطلبة، وبما أننا نحن أمام هذه النخبة التي هي كوكبة المجتمع إن شاء الله عز وجل وفي شهر فضيل، فتزامن بيننا فضيلة الزمان والمكان، فضيلة الزمان شهر رمضان المبارك، وفضيلة المكان الجامعة التي تؤسس لنا لنخبة إن شاء الله عز وجل تخدم الدين والمجتمع إن شاء الله، ونحن على مائدة ورحاب القرآن الكريم، فبوركتم بالقرآن الكريم إن شاء الله عز وجل. إذن ندعو الطالبة طاعة الأخ أولى من أجل أن تتقدم إن شاء الله عز وجل. طاعة الأخ أولى. اقرأي من بداية الصفحة الثالثة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء ندعو الطالب شيهان محمد فليتقدم إلى المنصة. اقرأ من بداية الصفحة الرابعة من سورة البقرة. أقرأ من الصفحة الرابعة. صفحة رابعة. صفحة رابعة. What?
وبعدها قالت حميدة حسن تجهز نفسها إلقائي بداية من الصفحة الخامسة وبشري الجميلة الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله حميدة. مرحبا بك. إقرأي من بداية الصفحة السادسة وبعد أن يجي حسن كالكاودة. حميسي يسرى تجهز نفسها. بداية الصفحة السابعة قلنا اهبطوا منها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا عليكم وأوفوا بعهدي
اسمك؟ وريت الطالبة حميسي يوسف. الطالب بنيامين نصر الدين. بنيامين نصر الدين حميسي. اقرأي بداية من الصفحة الثامنة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون بداية من الصفحة التاسعة. اقرأي بداية من الصفحة العاشرة من الذين وَالنَّصَارَى
نزيها. الشيطان وايضا كما مين لا خيل
الراء إذا سبقها كسر لا بد من ترقيقها. الطالبة الأخيرة نزيها فكرين يعني يغلبها نوعا النفس يهرب منها. وأيضا بعض الأحكام الأساسية الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة معروفة حروفه وهي ينمو، أما الإدغام بغير غنة مثل اللام فليس فيها غنة. بقرة لا دلول، بقرة لا دلول. والقلقلات مكاش ما سمعناش القلقلة في كلمة الحق. وبارك الله فيكم جميعا، نسأل الله التوفيق لكم وللبقية. بارك الله في أستاذنا على هذه التوجيهات والنصائح القيمة التي وجب على الطلبة الأخذ بها من أجل أن تكون لهم تلاوة حسنة إن شاء الله عز وجل. إذن أردنا اختصارا للوقت، كلما يمضي علينا 10 من الطلبة يكون هناك تقييم لأحد الأساتذة. إن شاء الله عز وجل نبدأ في 10 الطالب حسين بوترع. طالب حسين بوترع وموجود، فليتفضل إلى المنصة. وبعده الطالبة سارة مزاول، تجهز نفسها. مغراوي ولا تخرجون
منكم الله خالق
Thank you.
اقرأي بداية من الصفحة التي تلي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقط دائما بعض الملاحظات والنقاط التي ينبغي التركيز عليها. بداية متسابق حسين وترعى تخليص الحركات، قرأت في قوله تعالى ومنهم أميون، يعني الكسرة لم تظهر جيدا. المتسابقة سارة الغراوي صوت جميل ما شاء الله، فقط ينبغي عليك أن تخلصي الحركات مع مراعاة بعض الودود كالمد الطبيعي، ينبغي أن يكون على مستوى واحد. المتسابق رشيد الأحمر الذي قرأ برواية حفص عن عاصم، وقد قرأت بالتحقيق بمرتبة التحقيق، والتحقيق يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى تدريب وترويض. ينبغي أن تراعي كذلك مسألة الوقف والابتداء، بدأت من قوله تعالى ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم بدأت ما عرفوا كفروا به. المتسابق أو المتسابقة محجوب إلهام، قراءة جميلة، فقط بعض مخارج وصفات حروف كحرف الصاد وحرف الخاء، ثم قضية النفس يحتاج إلى ترويض. المتسابقة محجوب إيمان، ينبغي ملاحظة الحرف الموقوف عليه، الحرف الموقوف عليه كيعلمون، احنا في غالب قراءتك الحرف الذي تقفين عليه لا يظهر. كذلك انت تظهرين بعض الحروف التي ليست مظهرة، وبعض الحروف المظهرة تخفينها، قوله تعالى منهما. القارئة شهرزاد دحماني كانت قراءة خلط بين رواية حفص أو رواية ورش، على العموم قراءة جميلة إن شاء الله. إخلاص سلمان صوت جميل رائع، بن علي فايزة قراءة مقبولة، هليلي شهرزاد التي قرأت بتوسط البدل، فقراءتك جميلة، فقط يحتاج منك إلى بذل مزيد من المجهود وتخليص بعض الحروف، وكذلك خاصة حرف الجيم، الجيم هذه الجيم المتعطشة. المتسابقة الأخيرة زيدان نور الهدى، قلقلت بعض الحروف، وكقوله تعالى إسماعيل، وتركت بعض الغنم، فعلى العلوم على العموم أصوات جميلة رائعة وأداء مقبول، فيحتاج فقط إلى مرشد وإلى ناصح وإلى معلم ماهر ليسير بكم إلى بر الأمان وإتقان كتاب الله عز وجل. وفق الله الجميع، السلام عليكم. بارك الله فيك أستاذنا على هذه الكلمات والتوجيهات طيبة المباركة إن شاء الله عز وجل. هي دائما تكون هذه التوجيهات هي عبارة عن نصائح وعبارة عن قدوة، من أجل أن يكون المتسابق أو المتسابقة قدوة لباقي الطالبات، من أجل أن يقتدين بهكذا عمل الذي يشرف في الدنيا ويشرف في الآخرة، ويجعل لصاحبه تاجاً، وهذا التاج هو تاج الوقار الذي يعتبر من أولويات الطالب في هذا الزمان. ونحن نسير على خطى القرآن الكريم التي يجب على المستمعين والمنصتين أن يحذوا هذا الحذو الجميل الذي يشرف صاحبه ويرفعه إلى أعلى مقام، فنسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم إلى صفوف القارئين إن شاء الله عز وجل. مباشرة ندعو الطالبة حضري سليمة من أجل أن تأخذ مكانها من المنصة. بعد جي يوسف سليمة، ما شاء الله طحت لي ما زال يكمل.
اقرأي بداية من الصفحة التالية سيقول السفهاء من الناس. وقتل في سبيل الله أموات
ليس البر
ليس البر أن تول ليس البر أن تولوا قريبا تقرأين حفص أم ورش؟ ورش بر بسم الله
نصائحه للمتسابقين العشر الأواخر. بسم الله، نشكر الطلبة على أن شنفوا أسماعنا بهذه التلاوات العطرة المباركة، ونبدأ في تقييمنا بالرقم 21 الطالبة سليمة حضري. أول الملاحظات، عندما يكون هناك حرف مشدد لا تبالغي في شده، مثل أسوفاء. الطالب الموالي يوسف، الطالبة الموالية يوسف عشيرة شيماء، تحتاج الراء مكسورة منك إلى مبالغة نوعا ما في التلقيق، مش فريقا وإنما فريقا. وعندك الغنة في والي كل يجهد، الغنة لازم تكون بالغنة بالخيشوم، لا تكون بلا خيشوم. وقلقلتي قدير، نقولوا قدير. وئام قلفوط، يعني قرأت بالكرد. وكلمة تقول خرجت التاء مشربة نوعا ما بالسين في الأول، قلتي تقول ثانية صلحتها. الجوع العين، يعني حرف عائم نوعا ما لم يخرج جيدا. حسمي آية، يعني أول ما يلاحظ منك هو تقطيع الكلمات، ولا يجوز ذلك أثناء تلاوة القرآن. أسامة دق، يعني صوت جميل لكن ينبغي أن تصلح تلاوتك عند المشايخ إن شاء الله ليصلحوا مدودك، خاصة هذا الصوت، يعني صوت تراويح، صوت تلاوة، صوت جهوري ما شاء الله. رقم 26 نبية سنوسي، أيضا صوتها جميل، قرأت بالصبا، لكن بعض الحروف إذا جاورت، بعض الحروف المرققة إذا جاورت حروفا مفخمة تذهب بك نوعا ما إلى التفخيم، كما وأقام طالبا، وأقام ما قلتش وأقام. كوثر قرناش، تلاوة منضبطة لكن يدخلها نوعا ما الخيشوم، تلاوة تخرج نوعا ما من الخيشوم. الرقم 28 دنيا دراج، عندما تخفين النون الساكنة وبعدها حرف مضموم مثل كنتم، أثناء الإخفاء لا تبقى الشفتان مضمومتين، نقولوا كنتم وليس كنتم. ولا بيض الباب نوعا ما فيها الشدة، وهي قلقلة سلسة. الفجر ما نقولش الفجر، الفجر مفخم الراء عند الوقف. رقم 29 أيمن طهرات، فخمت الشين من الشيطان. وملاحظة لك هي أن تأخذ هذا العلم من أهله، من أهل الاختصاص، من المشايخ والأساتذة. الرقم 30 محمد أمين معمري، يعني صوت جميل وأداء، يعني أداء منوع بين طبقات الصوت وبين القفلات وبين المقامات، يعني بالبيات واللامي وغير ذلك ما شاء الله. أحيانا قد يخرج الصوت من الخيشوم فانتبه لذلك، وأحيانا مثلا بعض الحروف المرققة تفخمها مثل أشهور، الراء مفخمة لكن الهاء لا، أشهور. وبارك الله فيكم جميعا وزادكم حسنا إن شاء الله. بارك الله في أستاذنا على هذه الكلمات الطيبة. مباشرة نعرج إلى قائمة المتسابقين، فندعو الطالبة سويرمية أمينة من أجل أن تعتلي المنصة. وبعدها الطالبة فاطمة علي مرينة. شرباني والو قعدته.
غيري الكتاب، ربما تقرح ورش الحفص، ورش غيري الكتاب. صفحة 32. لا لا الأخ الآخر صوت فيه. اقرأي البداية في الصفحة التي تلي. سل بني إسرائيل كما بينا. لا لا ذكر آخر صافي هذا بعد ولا مثل. منظمة حاولي لك الميكروفون ثاني مثلا. قلقهم قاعدة لهم ولا بسم الله. وبعدها الطالبة إكرام معروفي عوايبي. السلام عليكم. وعسى أن تكرهوا شيئا
حسبك. الطالبة التي تلي دليلة قرميط، هذا اسمك. اسمك طالبة؟ كرميط دليلة. كرميط دليلة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مريم بن ناصر.
طالب نفس الآية وإذا طلقتم النساء. Yeah.
طالبة مشعشع ملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى مع المتسابقة سولبية أمينة. نوعا ما قراءتك جميلة، صوت حسن. سأل الله عز وجل أن يبارك لك في حنجرتك. فقط القراءة كانت من الخيشوم، وهذا لا يصلحه إلا أستاذ ومعلم ماهر. كذلك قلقلت بعض الحروف كقوله تعالى كحرف العين من قوله تعالى أياما معدودات. المتسابقة فاطمة دحماني نفس الشيء، قلقلت حرف العين من قوله تعالى نعمة. رشيدة هامل قراءة جميلة، أداء مقبول. حرف الكاف من صفته الهمز. كذلك ينبغي تخليص الحركات. قرأتي في قوله تعالى شيئا شيئا، كأن فتحة الشين ظهرت كسرة. والله يعلم، تخليص الحركة يعلم ويعلم وأنتم لا تعلمون. المتسابقة إكرام معروفي بدأت من قوله تعالى في الدنيا والآخرة. ينبغي مراعاة الابتداء، رغم أن الله أعلم الصفحة كانت البداية هكذا، لكن ينبغي أن تبدأي من رأس الآية أو ترجعي إلى الخلف قليلا. المتسابقة دليل قرميط في قوله في قراءتي الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان، يعني في الاستعارة خطأ في حركة أو فتحة الشين وترقيق الياء. كذلك في قوله تعالى طلقتم، إذا قرناها بحفص نقرأ اللام مرققة، وإذا قرنا بورش نقرأ اللام
مغلظة هكذا، وإذا طلقتم في حفص أو الأصبهاني، وإذا قرأنا ورش من طريق الأزرق نقرأ وإذا طلقتم. كذلك ينبغي مراعاة بعض الندود، كلمة الطبيعي لا يواخذكم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت. هذا إظهار أو إخفاء شفوي، وأنت أظهرت الميم المتسابقة راوية. كذلك ينبغي مراعاة الحدود الطبيعية واللام تغليظا وترقيقا. المتسابقة مريم من ناصرة، المتسابقة مريم بن ناصر، وقفت على هزؤا وهزؤا والمد العارض هنا زدت فيه شوية، قلت هزؤا ضم الشفتين عند النطق بالمضموم أمر حتمي واجب. كذلك المتسابقة نبيلة صوت جميل، ينبغي قلقلة حرف الباء. كذلك يلاحظ عليك تقطيع بعض الكلمات. المتسابق والمتسابقة بدني يسرى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، اللام الأولى قرأتها بالترقيق واللام الثانية والصلاة الوسطى قرأتها بالتفخيم، وهذا خلط بين الروايات أو الأجوبة. مشعشع مليكة كذلك ينبغي مراعاة اللام تغليظا وترقيقا وقلقلت بعض الحروف والمدود الطبيعية. فعلى العموم قراءة أصوات جميلة تحتاج إلى من يحسنها ولا يحسنها إلى أستاذ ماهر. نركز على هذه النقطة، ينبغي اتخاذ معلم أو أستاذ أو الذي يقرئ أن يكون متقنا حتى تتقنوا أنتن وأنتم كذلك القراءة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الأستاذ شاطر السعدي على هذه التوجيهات. مباشرة نبدأ بالطالبة رشيح كوثر. رشيح كوثر وبعدها مامو فايزة أظنها غائبة، وبعدها شكر هاجر. الشيطان الرجيم
الطالبة التي تلي الشيخة هاجر. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
حامي أبينا، من حامي أبينا، وبعدها طالبة علي مرينة مرينة نجت، علي مرينة نجت، يجهز نفسها من أجل ابتداء المنصة بعد هذه طالبة. اقرأي بداية من الصفحة 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من قبل هدى للناس
وبعدها ريم خايريم كراريا ريم ذنوبنا وقنا عذاب النار
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة Thank you.
رأي قوله تعالى هنالك دعا زكريا. صفحة 55. أول من نظم المصحف في سكمة وراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صمود عندي فاست النبي سعوي فضلي رانيا سامي بعدها أمينة بنت أوديا. أعود قوله تعالى هنالك دعا زكريا صفحة 55. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الطالبة التي تلي بالدولية أمينة وبعدها رانيا. صفحة 55 يا حفص. صفحة 55 أجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته أسمعي الطالبة السعوي رانيا. طيفوري رحماني رينا. طيفوري رحماني رينا وبعدها واضح رانيا. طيفوري الصفحة 55 55 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال
اقرأي نفس الصفحة 55. ربما وصلنا
إلى نهاية هذا التسابق وهذه المسابقة، قيل لي أنه بقي منصور إمام، هذه الاسم مذكور في القائمة مش عندنا قائمة، معليش ما العرس يا طالب بارك الله فيك الصريشة الالتزامات ديالو، لا لا الأسد دعم الالتزامات فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بارك الله فيك يا سيدي، جزاك الله خيرا، يعني نمر سريعا على الطالبات التي لم تقيم بعد. كوثر أوشيح، حاولي أن تخلصي الحروف بعضها من بعض. الطالبة فائزة مام، يعني صوت قوي، ولكن بدأت بطبقة عالية وتكلفك نوعا ما، ولا تضغطي على بعض الحروف خاصة الحروف القلقلة مثل إبراهيم ورشد إبراهيم، فاطمة شيهاب، يعني ما لم يقلقل قلقلتيه وما يقلقل لم تقلقليه، أنفقت ولا نقلقل نذرتم. هاجر شيكر، ابتغاء، عند الابتداء بهمزة الوصل نقول ابتغاء. الطالبة دعاء علي شريف، يتقبله، نفخم الخاء. أمينة بن حامي، تداينتني، أنت عندك الغنى، حاول أن تأتي بالغنى. نجاة علي مرينا، فالذي اؤتمن في ورشة الذي اؤتمن. محمد كسيدي، تلاوتك تخرج من الخيشوم، وغابت عنك اتيان مقادير المدود، ويعني لا تلتزم باصول الروايه، روايه ورشة. 49 زليخة حامي، أيضا أخطاء في أصول الرواية كالإمالات في النار والترقيق. ريم أيضا الإمالات في أصول الرواية، الإمالات كما النار. نونة شيبان، تلاوة مميزة ومنضبطة ومتقنة، بارك الله فيك. 52 إلياس بوراس، بعض الحروف لا تفخم، ناصيبا لا نقول ناصيبا. اللي بعده كان عندنا سهام يعبر، وهديل سرمول، ورانيا سعوي، وأمينة بن داودية، وطيفوري رحمن ريما، يعني كلهن أصواتهن جميلة، و يعني ما دخل ليتهن يعني يلازمن المعلمات الماهرات فيتقن إن شاء الله تلاوتهم. الطالبة غالية واضح، تلاوة نوعا ما من الخيشوم، حاولي أن تخلصيها من الخيشوم. 5 حفصة الحبشي، أيضا الخيشوم
وبعض الألحان الجميلة احذري منها. فاطمة الزهراء قريبة، بعضهم المخارج عندهم مشاكل في بعض المخارج. آخر طالبة منصوري إيمان، لا تضغطي على الحروف، وغالبا يعني هي نقول ملاحظة قصيرة مختصرة في جملة واحدة، وهي أن المستوى هذا العام هو أفضل من العام الماضي بكثير، وهذا يدل على أن هناك اجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم تواصلن الجهد الاجتهاد، وبارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا أستاذ على هذه التوجيهات القيمة النافعة اليافعة التي نسأل الله عز وجل أن تجد مرة تصلح فتنمو وتزدهر ويخرج منها اللؤلؤ والمرجان إن شاء الله عز وجل. إذن طالبتين بالأحسن آية وبالأحسن هاجر، بالأحسن آية أظنها طالبة في جامعة الإنسان، جامعة الإنسان، مرحبا. اقرأي الصفحة 57. بل أحسن هاجر، أين هي؟ جاهزة. أي بل أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أخذ ما يجب أخذه من كلام الله عز وجل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا